اختتمت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استمر على مدار 3 أيام. يهدف الملتقى لدعم المبادرات الصناعية بين الكيانات الصناعية والتجارية، وخلق بيئة تحفيزية لتطوير الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد. وشهد الملتقى في يومه الأخير 3 جلسات، وهي توطين وتعميق الصناعة المصرية إقليميا ودوليا نحو تنمية صناعية مستدامة. وفي الجلسة الختامية أكد وزير التجارة والصناعة دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة في مصر، والتأكيد على أهمية النهوض بهذا القطاع. احنا وجودنا في المعرض النهاردة عشان القطاع الخاص بالنسبة لنا بيمثل شريك أساسي في تطوير المناهج بالنسبة للوزارة، وأيضا كمان أنه هو بيشارك معنا في اختبارات الدبلومات بالنسبة لطلبة التعليم الفني. صناعة المعدات الثقيلة صناعة ثقيلة من الواضح، وفيها مكونات كتير وصناعات مغذية كتير، فده بيوسع قاعدة الصناعات المغذية والصناعات المكملة. في نفس الوقت ده طبعا هيوفر في الفاتورة الاستيرادية. في الفترة الأخيرة بعد ما قعدنا مع المبادرة ابدأ وتواصلنا مع المبادرة، تشجعنا ان احنا ناخد الخطوة اللي جاية ونبتدي تصنيع. عملنا تصنيع جزئي اللي هو اسمه سيمي نوك داون، وبعدين الفترة اللي جاية هنعمل التصنيع الكلي.